السلام عليكم. احنا في زيارة عند يعني حد بيربي فراخ في التربية المنزلية، وكنا بنبص على الفراخ بتاعته. ففي زي ما انتم شايفين حضراتكم كده عطس في الفراخ، وفي فراخ عينيها مقفولة اهيت. السبب في القفلان ده هوت ان هو بيحضن الكتاكيت وهي صغيرة، كان حاططهم في مكان صغير هنا جنب الحيطه هنا كده، وعامل عليهم بشكاره او بمفرش او باي شيء عشان ما ياخدوش برد. فجالهم برد وعينيهم زي ما انتم شايفين كده قفلت، وبيعطسوا جامد جدا جدا. والنهارده عمر 26 27 يوم، زي ما انتم شايفين الاسهال بتاعهم اهوت، في كوكسيديا وكوليستريديا. فعلشان كده لابد ان احنا ندفي الفراخ كويس وما نقفلش عليها بشكاره او مفرش او اي شيء، علشان الكتمه ده هي بتجيب للكتكوت برد بدري وبيأثر عليه لما بيكبر. و زي ما انتم شايفين اهوت، مفترض ان احنا بنرفع العلافه ده هي بمستوى ظهر الفرخ، علشان العمليه ده هي مهمة جدا جدا. بنريح الفرخ في الأكل، والمية نفس الحكاية برضو بنرفعها بمستوى ظهر الكتكوت، ومنخليش فيه بلل في المكان، ونوسع لهم تدريجي علشان ما يحصلش أي مشاكل في الفرخ بتاعي ومفيش حاجة تموت خالص. شكرا لحضراتكم.